ازاي استخدم الآب وشايف المسيح نفسه. زي المسيح نفسه انا شايف مثلا ياخد الآب 10 جنيه انت خدتي 10 جنيه خلاص ما تكملش كده قعد يتكلم مع التلاميذ قال لهم ده الاب بيحبكم، ده انتوا لو طلبتوا حاجه من الاب هيسمع كلامكم لان الاب نفسه يحبكم، ده انا مش محتاج اطلب من اجلكم لان الاب نفسه يحبكم. فمن كتر ما سمعوا عن الاب ومحبته لينا وكده التلاميذ قال لهم احنا طرنا من فرق. طب ما تورينا الاب بقى، يعني ما توريه لنا بقى. راح باصص المسيح لفلوكس قال له ايه؟ افلوكس فانا معاكم كل المده دي ومش عارف ان من رآني فقد رأى مين؟ لان انا في الاب والاب فيا. طيب هل حد شاف الآب؟ يجيب طب حد يجيب لي الآية من الكتاب المقدس من العهد الجديد بتقول إن ما حد شاف الآب. يوحنا مش عارف دوروا هذا مين يجيب آية من العهد الجديد يقول إن الآب ما حد شافه لكن شفناه بطريقة تانية. أنا تعالى ارفع إيدك. الآب لم يره أحد قط. أي بعدين؟ الآب لم يره أحد قط. لمين؟ ولكن من رأني. اسمك إيه؟ هايدي. هايدي؟ آه إنجيل هايدي. الآب لم يره أحد قط. تكملة الآب. الآب لم يره أحد قط. تكملت الآية. ها؟ تفضل. الابن الوحيد الذي هو ابن الآب هو قط. أيوة. الآب لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن أبيه هو اللي خبر. هو اللي عمل إيه؟ يعني خبر. اللي حكم. هو اللي شرح لنا، هو اللي فهمنا، هو اللي قال لنا، قال لنا ان الاب موجود بيحبكم، هو اللي بيعمل كل حاجه. انا بحبه وانتوا بتحبوه وانا هو انا فيه وهو فيا واحنا واحد. هو اللي قال كده، هو شرح لنا. مش في ناس تفتكر ان الثالوث ده اختراع مسيحي، يعني لا خالص، ده المسيح هو اللي قال لنا. فهمتوا؟ فانا بفتح الست بكتشف انه قدامي في 10 و10 في 10 و10 دي 10 خلاص بس خمسه بس. الايه بتقول ايه؟ بتقول كده ان من رآني فقد رأى الآب. واحنا عايزين نحط عايزين نتكلم معاه نعمل ايه؟ وبعدين هو بيحتوينا كده حط للآب كده الحته دي مدوره كده يعني ايه؟ عامله كده. فنعمل ايه؟ طب الآب لم يره احد قط لكن الابن الوحيد الذي يحب ابيه هو خبر ما رسميش. بس عارفين ان احنا بنتكلم مين؟ عارفين احنا بنتكلم مين؟ رجعتوا في كلامكم ليه اسهل الفلوس؟ عارفين احنا بنتكلم مين؟ رفع. طب هات لي بقى قداس كرولوس اول كلمه كده. طب ثانيه واحده ثانيه واحده، انت قلت ايها الكائن الذي كان. اول كلمه في صلاه الصبح، الثانيه في قداس الرغوري. مش انتوا تجاوبوا. قداس الرغوري، صلاه الصبح رقم 2. هات لهم مكتوب كده، ويمكن للاب الكامل ان يصلي هذه الصلاه بدل من الاولى. ايها المسيح الهنا، لقيتوها يا حبايبي؟ دورتوا لقيتوها؟ لازم كل واحد يلاقيها يا جماعه، انا فسرت الكتاب، يبقى الكتاب سهل بالنسبه لك. ايها المسيح الهنا. والدرس الاخري صلاه الصبح الثانيه. ايها المسيح الهنا، القوه الغير مفهومه
التي الى الله الان. ايه الكلام ده؟ عربي ده؟ عربي؟ عن الصلاه. ايها المسيح الهنا يا بنتكلم مين؟ لا 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 بصراحه عبقري. الكلام بيقول ايه؟ ايها المسيح الهنا يا بنتكلم مين؟ وضوح. ايوه بس القوه الغير مفهومه التي لله الان. ده كلام يتكتب برضه بالذمه. ده كلام يتكتب مقصود ايه؟ اترجمناكم بالعربي المفهوم؟ ايها المسيح الهنا القوه التي لا يدركها العقل. القوة الكبيرة قوي لأعلى من عقلنا. انت وصلت؟ التي لله الآن. يعني انت أيها الابن إله تفوق العقل. تفوق العقل. ابن للآب وانت إلهنا في نفس الوقت. فين بقى؟ يبقى أيها القوة الغير مدركة اللي ما نقدرش ندركها، ما نقدرش نستوعبها كلنا في عقلنا. أيها القوة، أيها المسيح، انت الإله اللي فوق العقل. وصلت؟ يبقى ساعات كده الصلوات بتاعت القداس محتاج ان انا مثلا وانا بقرا في القداس اقف كده ممكن ايه الكلام المكتوب ده؟ طب كده احاول اجيبها يمين كده اجيبها شمال كده وابص عليها كده. تخيل بقى لو انت كل اعتمادك في القداس وكل اعتمادك في القداس على الشاشه، فالشاشه دي تتكتب تمشي تتكتب وتمشي كده عشان نلحق نعمل ايه؟ لو ماشيين مع بولا ماشيين مع الشمس. لكن لو انا في ايديا الخلاني بقى اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ الهدايا وكده واركز في الكمال وصلني وامسك. يمكن دي تعجبني، يمكن حتى دي تعجبني. ايوه صح يا رب، انت كل القوه يا رب. انا بقالي فتره طويله مش مدرك الحته دي، مش منتبه كده ان انا واقف قدامك. يعني انا عايز اتكلم معاك وتبتدي بقى تسرحي او تسرح في القداس وانت ماسك الخلاجي في ايديك، وهم سبقوك بقى وعدوا، يمكن وصلوا بعد كده ليه بالتقديس ولا حاجه وانت لسه في صلاه الصبح، فرحان بالصلاه اللي قدامك وربنا عمال يتكلم معاك. لو انت محتاج احلى من كده يعني، لو حصل وانت بتصلي او انت بتصلي ولقيت ربنا مفرحك وعمال تتكلم معايا، محتاج يعني تيجي وراه وهو بيصلي؟ لا سيبوني بقى، سيبوني، ما حدش يعمل ايه؟ محدش يشغلني، انا كفايه ان انا واقف قدام المسيح وبتكلم معاه. طيب يبقى قلنا القداس المسيحي بتكلم مع مين؟ القداس المسيحي بتكلم مع مين؟ مع ابويا السماوي، مع الله الاب. القداس الغروري بيتكلم مع مين؟ يلا بقى من غير فقاقه بقى، من غير فقاقه، يبقى القداس الكرولوسي بيتكلم مع مين؟ يلا هاتوا الجملة، أول جملة في صلاة الصبح في القداس الكرولوسي. أول جملة. الثلث الأخير ولا الحياة المعينة؟ يا رئيس الحياة وملك الكون. يا رئيس الحياة وملك الكون، بيتكلم مين؟ ها؟ متأكدة؟ الآب؟ أنت قلت الروح القدس. انت قلت روح القدس؟ لا انت قلت روح القدس. طب ليه بتقول الآب؟ لا احنا لما قرينا القدس لقينا ان هو برضه بيتكلم ان هو ملك الدور، ان هو ملك الدور تنفع على الروح القدس. لا بس بقى كملنا الايه؟ كملي الجمله اللي انت ايه وصلت فيها. ايه الرساله لو سمحتوا بالراحه؟ ايه الرساله اللي سابت؟ خدوا وقت، خدوا دقيقه كده بس. لانه تكسب كل يوم ولا ما لا تكسو كل ركبة أن ترجع قدامه كل ركبة، ينفع الذهاب وينفع الإياب وينفع الركبة. ما في السماوات يا سلام. أما ربنا في السماوات. ناطق بلاهوتية. ناطق بلاهوت. يا رئيس الحياة. يا رئيس الحياة ينفع الكل. اتفضل. الذي تمجده العساكر الملكية ربنا بيمجده العساكر الآية وابن الروح القدس بيمجده العساكر. ماليش دعوه مكتوب ايه، انا عايزك تشغل الفهامه دي وتطلع لي جمله. اتفضلي. نعم. الناطق ايه ناطق ايه اللي طب كملي بس كملي كلام ايه؟ إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك. بص بص كلمة بصراحة. أنا بيجي نقول له إيه؟ علمنا نصالح إخواتنا ونحب إخواتنا وندخل على القداس ده من غير ضغينة من غير كراهية من غير خصام من غير حسد في قلبنا، لأن إحنا شفنا محبة ابنك لينا، فبعد ما شفنا المحبة دي مش ممكن نخاصم بعض. تاني؟ آدي الصلاة دي تمشي فيها قدام شوية. وأنتِ بتتكلمي. بتكلمي أبونا السماوي، الآب أبويا السماوي، ف
في النص كده في نص الصلاه بتقول له ايه؟ احنا لازم نقف قدامك مراجعين نفسنا كويس، ما عندناش خصام مع حد، ما ينفعش نخص المسؤوليه. خصوصا لو بتصلي مع حد في نص الدك، يعني واحد صاحبتك مثلا او واحد صاحبك او واحد شماس معاك مثلا او واحد خادم او واحد كاهن، وبعدين ايه؟ واقف جنبك، ده تصلي الصبح. مقبض ولا ما مقبضش؟ ما ينفعش. ومثلا ممكن يجي واحد يعمل ايه؟ طب انا عشان ما مقبضش وابقى كسبت، انا هروح اقف صف تاني. لا طبعا، ربنا فحص القلوب والكلى، فحص كل حاجه جواه. فبنقول له يا رب اذا نحن شفنا منك العلامه العظيمه الكامله التي محبه ابنك الوحيد انه من كتر حبه لينا جوه الجسد، ما ينفعش نقف داخلين على القداس نعمل ايه؟ نبقى بنكره بعض ولا مخاصمين بعض ولا بتاع. ده انت عشان خاطرك انا هعمل ايه؟ حصلت فلانه واقصر على نفسي لمونه. حصلت فلانه ومش هقصر على نفسي لمونه، واعلم قلبي انه يغفر زي ما انت غفرت. واغفر لنا ذنوبنا زي ما احنا كمان ايه؟ ربنا سامحنا كمان. ماشي؟ يبقى صلاة القداس الكيرولوسي موجهة لمين؟ يعني خلاص طمنتوا؟ متأكدين؟ تبصموا؟ يبقى في لي أول كلمة في صلاة الصبح الثانية في القداس الكيرولوسي. إله 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 حد تاني ليه؟ يا إله المحبة، يا إله المحبة دي بيتكلم مين؟ الآب برضه؟ اسمها تاني ليه؟ الناس أنا معلمها نفسيا؟ نعم. بذلت ابنك الحبيب عن حياتنا وخلص. بذلت ابنك الحبيب، ما أنا بكلم مين؟ اللي بيحصل دلوقتي. ماشي؟ يعني معنى كده ان كان ممكن في فتره من الفترات كان يبقى في اختلاف شويه؟ ممكن بس كان بيه. بس القداس بيبقى باظ؟ لا القداس ما بيبقاش باظ. خلاص؟ بس العاده الجاريه الان ان احنا لو بنصلي نعمل كذا 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 كذا. وده اللي اتفقنا عليه في الكنايس دلوقتي اللي موجوده. تعالوا نتكلم في الاول مقدمه بسيطه. ايه هما الثلاث قداسات اللي عندنا دول؟ عندنا قداس اسمه قداس الباسيلي، والقداس الثاني اسمه قداس الكيرولوسي، والقداس الثالث اسمه قداس الهيبور. بنصلي بيهم ازاي؟ او هل في فرق بينهم فعلا؟ اولا الثلاثه قداس ولا مش قداس؟ قداس. بيحصل ان انا بتناول جسد قدام ربنا في اخره؟ طب في قداسات اكتر من كده؟ في قداسات اكتر من كده؟ في قداسات اكتر من البسيط اللي غيره لي كرولوسي؟ كم واحد بيقول اه في؟ ماشي ثلاثه بيقول اه، كم واحد بيقول لا في اربعه؟ ماشي، كم واحد بيقول ما فيش هم ثلاثه بس؟ طيب. لا هو في اكتر بس مش لازم يكونوا الرسميين بتوع الكنيسه الارثوذكسيه. يعني في قداسات بتسمع مثلا قداس الحبشي. قداس الحبشي. بس ده الحبشي بتاع ايه؟ بتاع الحبشه. دي بقى الكنيسه الحبشيه معتمداه. لكن احنا بالنسبه لنا كان في قداسات كتيره لكن جت فتره من الفترات حد من بطرك قعد كده قال خلاص احنا المستخدمين على الاكتر هم القداسات الثلاثه دول ودول منضبطين ومراجعينهم راجعين كلماتهم كده، فاحنا هنكتفي بالثلاثه دول يبقوا الرسميين بتوع الكنيسه. الرسميين بتوع الكنيسه الثلاثه. القداس الباسيلي بنتكلم مع ربنا ازاي؟ والقداس اللي بيقولوا بنتكلم مع ربنا ازاي؟ والكيرولوسي. طيب انا عايز بقى ايه؟ انبهكم لنقطه. هو لما تتكلم مع ربنا تكلمه كانه موجود قدامك ولا كانه مش موجود قدامك؟ يعني توجه له رساله كده توصل ليه ولا انت بتخاطبه؟ في القداس احنا واقفين قدام ربنا حقيقي، ربنا قدامي، فانا بكلمه. تمام؟ بكلمه. طب انا بكلمه اقول له ايه؟ تعالوا نشوف. افتحوا كده الكولجيات بتاعتكم، طبعا برضه انتوا ايه؟ بتتخضوا دلوقتي. لما اقول لكم افتحوا مثلا صلاه الصبح هتلاقي نفسك تقريبا فوتت تلت الكتاب. تقريبا. بتقول لي يا هنا ازاي بس صلاه الصبح دي في اول القداس خالص؟ ازاي في اول تلت الكتاب؟ صلاه الصبح في اول القداس خالص. ازاي بقى بجيب تلت الكتاب؟ بجيب تلت الكتاب لان بصراحه في حاجات بتتقال في كذا صلاه تانيين بنصليهم المسيحيين دول، عارف المسيحيين عندهم حاجات غريبه قوي. الناس المسيحيين دول مش هم صليب دول. قال لك ايه؟ بيصلوا حاجه الصبح اسمها باكر. صح؟ صلاة كده اسمها باكر، رفع خور باكر. وبعدين بيصلوا كمان بعدها حاجة تانية اسمها القداس. هما الاتنين دول مرتبطين ببعض؟
سؤال، الاثنين دول مرتبطين ببعض؟ ولا صلاة رفع كور مركب دي صلاة منفصلة؟ مين بيقول ان هم مرتبطين ببعض؟ ارفع ايده بشجاعة. مين بيقول ان الاثنين دول مرتبطين ببعض؟ يعني صلاة رفع كور باكر جزء من القداس، مين بيقول كده؟ رفع كور باكر بيحصل بيجي بدري الصبح ده قبل ما ربنا يفتح الستر. مين بيقول ان رفع كور باكر جزء من القداس؟ ارفع ايديك. مين بيقول ان رفع كور باكر مش جزء من القداس؟ تريد رأيك وغير رأيك ده تبقى حاجة صعبة. طب استنى، طب انت بتقول انه منفصل، اثبت في قانون ختام صلاه اجتماعيه اخر. يعني ايه القانون؟ ايه القانون الجديد ده؟ مش هسمع كلام المجعلص بعد، ممكن نمشي. اللي هو ايه بيقول ايه يعني؟ امين الليلويا. ايه ده بتقول امين الليلويا في اخر؟ طب امين الليلويا ده فعلا انا ما اعرفش نمشي. امين الليلويا في سبب في ايه؟ وبعدين ابونا يقول ايه؟ حبط الله الآب ونعم الروح الرحيم شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. طب ليه؟ احنا قلنا فعلا في اختار الصلاة؟ ما خدتوش بالكم صح؟ ليه؟ يعني انا بتكلم على حاجة ممكن بعضنا ما يكونش فاهمها، انه ما جاش بدري قبل كده قبل ما الستار تفتح بتاع الستر اللي جاي. الستر اللي لما يتفتح بنصلي صلاة اسمها رفع كور باكر، زي بالظبط رفع كور 20 بالظبط شبهها، بتختلف حاجة بسيطة. واحنا بنصليها بعد ما نخلص الصلاة بتاعتها خالص، ابونا في الآخر فعلا بيختم الصلاة تماما. يعني نقول امين الليلويا وكنا بنصلي بيدي البركه، اللي عايز يمشي يمشي كده. وبعدين نبتدي نصلي صلاه القداس. من عشان خاطر كده الصلاه الكامله اللي اسمها رفع كور باكر دي هي اللي اخذت الثلث الاولاني من الكتاب. تخيلوا بقى يعني صلاه كامله قايمه بذاتها اسمها رفع كور باكر، هنحاول نعدي عليها النهارده بس النهارده ركزنا على القداس. دلوقتي احنا نبتدي في القداس. عايزكم تفروا كده في الكولاجي لحد ما تيجي على صلاه الصبح. طبعا فوق لو بصيتوا فوق هتلاقوا صلاه الصبح. فوق مكتوب فوق في الكتاب من فوق. جبت صلاة الصبح؟ هنقسم ساعتها فريقين. في فريق محظوظ معاه الكتاب الاسود. في فريق محظوظ ما بينكم دلوقتي معاه الكتاب الاسود. لأن الكتاب الاسود تنسيقه مختلف عن تنسيق الكتابين التانيين. تنسيق الكتاب الاسود القداس البسيلي كده والغريغوري كده والكيرلوسي جنبه. ماشي؟ يعني بسيطه؟ هتلاقوا القداس البسيلي جنب الغريغوري جنب الكيرلوس. يعني لو هنقول صلاه الصبح هتلاقوا الثلاثه صلاه الصبح جنب بعض. طب الكتب الثانيه الذهبي وال الثامن الميتي ده هتلاقي الصلاه يعني القداس البسيلي كله الاول يخلص بعدين يبتدي القداس الغريغوري كله يخلص بعدين يبتدي القداس الكيرلوسي كله يخلص. ممكن تبصوا كده بعينيك. فانا هطلب الاتي، هطلب الاتي. عايز اول كلمه بصلاة الصبح يلا. عايز أول كلمة بصلاة الصبح في القداس البسيلي يلا. أنا هصبره في التلت الأولاني ده هيجيب لي أول كلمة بصلاة الصبح في القداس البسيلي. المجموعة اللي وراه نص التاني ده يجيب لي أول صلاة الصبح في القداس الغريغوري. المجموعة اللي بعدها أول كلمة صلاة الصبح في القداس الكيرلوسي. طب ابقوا ثانية كده بصوا يعني. يلا بصوا بصوا كده أول جملة يلا بصوا كده كل ثلاثة مع بعض في الكتاب. مش عايز حد يبقى قاعد بص في الموبايل. يلا بصوا مع بعض. أنا لازم تتعودوا على استخدام الكتاب. اللي ما عندوش كتاب في كتب زيادة هنا. في معاكش كتاب لكن تاخدوا كتب يا حبايبي. في هنا واحد ها يلا أول كلمة في القداس البسيلي صلاة الصبح يا الله العظيم ماشي. يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غاية مثال. أي أقوال أخرى اللي هيجيب صلاة الصبح في القداس البسيلي؟ الثانية يا عشرة الثانية عالي ايه ده انت اكتشفت اكتشاف النهارده. عالي قولي جمله ثانيه عشان نسمعها عالي فوق كل قوة النطق. مين يعني ايه عالي فوق؟ ايه الكلام اللي انت فاهمه؟ قول طيب
عالم او فكل قوة الله وكل فكر العقل غنى موهبك يا سيدي غنى موهبك يا سيدي يعني ايه كلمة زي توكي السعودي تس المسيحي يبقى من التجربة اللي عملناها دلوقتي اكتشفنا ان القدس المسيحي يا اما ابونا يبتدي يقول يا الله العظيم الابدي بس خلي بالك يا الله العظيم الابدي وانا بعمل ايه؟ بتكلم مع مين؟ مع حد قدامي انا بكلمه بقول له يا الله معروف كده ان كلمة يا يا لمين؟ للمنادى برافو عليك انتوا مذاكرين يا للمنادى فانا بقول يا الله ربنا بيرد عليك يقول لك ايه؟ ايوه حبيبي عايز ايه؟ ايوه يا ابني عايز ايه؟ فاذا القداس انا واقف بتكلم مع ربنا بجد يا الله العظيم الابدي رد عليه يقول لك ايوه حبيبتي عايزه ايه؟ ايوه حبيبي عايز ايه؟ ففي القداس التسيني بنكلم ربنا مين تحديدا؟ معرفش دوروا وقولوا لي قولوا لي ليه؟ دوروا وقولوا لي ليه؟ القداس ليه؟ الوحيد الجنس شايفة مكان النجفة دي؟ علقت فيه هو الاسم ماشي كويس ليه بتقولي ان انا بكلم في صلاة الصبح بتاعت القداس المسيحي انا بكلم الباب ايوه هو ليه اسكتيلي من الكلام يا الله العظيم الابدي طبعا انا ما ينفعش اقول للمسيح يا الله العظيم الابدي ما ينفعش اقول للروح القدس يا الله العظيم الذي بصوا اللي مش هيبقى متابع في الكتاب مش هيفهم كده بصوا الصلاه كويس بصوا الصلاه نفسها وانا بقرا الصلاه بكتشف ان انا بكلم حد بعينه بكلم حد بعينه بقول لكم القداسه بتتكلم ربنا بجد واقفه قدامه بتتكلم معاه بجد فيا الله العظيم الابد الذي جبل الانسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم حسب ابليس ادمته بالظهور المحيي الذي لابنك الذي ايه؟ لابنك الوحيد يبقى اذا فهمت كده انا بتكلم مع مين؟ مع الاب ابويا الاب ابويا اللي بصلي بقول ايه؟ يا ابويا الذي في السماوات شوفوا كده؟ يا ابويا الذي في السماوات يبقى انت في القداس المسيحي تتكلم مع مين؟ مع الاب قبل هو مين؟ ابويا وابو كل واحد واقف قدامه واتكلم معاه ياه ده بدايه خطيره طيب تعالى نشوف صلاه الصبح الثانيه نتكلم معاه قلت ايه يا استاذ بطني؟ عالي فوق كل فكر فوق كل قوة النطق يعني ايه عالي فوق كل قوة النطق بالعربي كده يعني ايه؟ عالي فوق كل قوة النطق وكل فكر العقل غنى مواهبك يا سيدي يعني يعني انا مش عارف احط كلمتين على بعض اوصف بيهم اللي جوه قلبي ساعات كده العربي بتاع القداس بيبقى ايه؟ يعني جمله طويله بيبقى بس تمشي معاها بالراحه كده بيقول لي يا رب عالي جدا غنى مواهبك يا سيدي عاليه قوي مواهب كتير اللي انت بتديها لنا دي انا مش عارف اشكرك ازاي مش عارف احط كلمتين على بعض ولا مش عارف ارتب افكاري عشان ابقى اشكرك طب اثبت لي بقى انت بتتكلم مع مين هنا؟ الاب ليه؟ تدبير ايه الجمله بتقول؟ ازاي اسمه حضن الاب وشايف المسيح نفسه؟ ازاي المسيح نفسه؟ انا شايف مسميها حضن الاب 10 جنيه انت خدت 10 جنيه؟ خلاص ما تكلمش ليه؟ جاوبتي المرة اللي فاتت؟ ما جاوبتيش يلا ازاي حضن الاب؟ واللي مرسوم هو المسيح. لأن المسيح قال من رآني فقد رأى الآب. لا دي عشان. لأن مرة للمرات قعد المسيح قرب نهاية خدمته كده، قرب نهاية خدمته. قعد يتكلم مع التلاميذ قال لهم ده الآب بيحبكم، ده أنتوا لو طلبتوا حاجة من الآب هيسمع كلامكم لأن الآب نفسه يحبكم. ده أنا مش محتاج أطلب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم. فمن كتر ما سمعوا عن الآب ومحبته لينا وكده التلاميذ قال لهم احنا ترضى بالفرق، طب ما تورينا الآب بقى، يعني ما توريه لنا بقى، راح باصص المسيح لفلوكس قال له ايه؟ أفلوكس، بقى أنا معاكم كل المدة دي ومش عارف إن من رآني فقد رأى مين؟ لأن أنا في الآب والآب فيا. طيب، هل حد شاف الآب؟ طب حد يجيب لي الآية من الكتاب المقدس، من العهد الجديد بتقول إن ما حدش شاف الآب.
يوحنا مش عارف تدور وهات ايه مين يجيب ايه من العهد اللي يقول ان الباب ما حدش شافه لكن شفناه بطريقه ثانيه. انا اقول ده عارف ترفع ايده ده الاب لم يره احد قط. اي بعدين كده بدا الاب لم يره احد قط ولكن مره قلت اسمك ايه؟ اسمك هايدي. هايدي؟ انجيل هايدي. الاب لم يره احد قط. تكمله الاب. عايز تكمله؟ الاب لم يره احد قط. تكمله الاب. ها؟ اتفضل. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو فضل. أيوة. الآب لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن أبيه هو اللي خبر. هو اللي عمل إيه؟ كان يخبر. اللي حكم. هو اللي شرح لنا. هو اللي فهمنا. هو اللي قال لنا. قال لنا إن الآب موجود بيحبكم. هو اللي بيعمل كل حاجة. انا بحبه وانتوا بتحبوه وانا هو انا فيه وهو فيا واحنا واحد. هو اللي قال كده. هو شرح لنا. مش في ناس تفتكر ان الثالوث ده اختراع مسيحي يعني. لا خالص. ده المسيح هو اللي قال لنا. فهمتوا؟ فانا بفتح الست بكتشف من قدامي. في 10 و10 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 خلاص خمسه بس. الايه بتقول ايه؟ بتقول كده ان من رآني فقد رأى الآب. واحنا عايزين نحط عايزين نتكلم معاه نعمل ايه؟ وبعدين هو بيحتوينا كده حضن الاب كده الحته دي مدوره كده يعني ايه؟ عامله كده. فنعمل ايه؟ فالاب لم يره احد قط لكن الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر ما رسميش. بس عارفين ان احنا بنتكلم مين؟ عارفين ان احنا بنتكلم مين؟ رجعتوا في كلامكم ليه اصلا فلوس؟ عارفين ان احنا بنتكلم مين؟ برافو عليك. طب هات لي بقى قداسة كرولوس اول كلمه كده. طب ثانيه واحده ثانيه واحده انت قلت ايها الكائن الذي كان. اول كلمه في صلاه الصبح. الثانيه في القداسه الغريبه. خش انت الجو. القداسه الغريبه صلاه الصبح رقم 2 هتلاقوا مكتوب كده. ويمكن للاب الكاهن ان يصلي هذه الصلاه بدل من الاولى. ايها المسيح الهنا. لقيتوها يا حبايبي؟ دورتوا لقيتوها؟ لازم كل واحد يلاقيها يا جماعه. بلاش تفسر في الكتاب. الكتاب سهل بالنسبه لك. ايها المسيح الهنا. والدرس اللي بيقولي صلاة الصبح الثانية. أيها المسيح إلهنا القوة الغير مفهومة التي لله الآية. إيه الكلام ده؟ عربي ده؟ عربي؟ هنفسره. أيها المسيح إلهنا يبقى بنتكلم مين؟ لا 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 بصراحة عباقرة. الكلام بيقول ايه؟ ايها المسيح الهنا. يبقى بتكلم مين؟ وضوح. ايها المسيح القوه الغير مفهومه التي لله الايه. ده كلام يتكتب برضه بالذمه. ده كلام يتكتب مقصود ايه؟ هترجمكم بالعربي المفهوم؟ ايها المسيح الهنا القوه التي لا يدركها العقل. القوه الكبيره قوي اللي اعلى من عقلنا. انت وصلت؟ التي لله الايه. يعني انت ايها الابن اله تفوق العقل. تفوق العقل. ابن للاب وانت الهنا في نفس الوقت. فين بقى؟ يبقى ايها القوه الغير مدركه اللي ما نقدرش ندركها ما نقدرش نستوعبها كلنا في عقلنا. ايها القوه ايها المسيح انت الاله اللي فوق العقل. وصلت؟ يبقى ساعات كده الصلوات بتاعت القداس محتاج ان انا مثلا وانا بقرا في القداس اقف كلمه كلمه ايه كلمه كده احاول اجيبها يمين كده اجيبها شمال كده ابص عليها كده
تخيل بقى لو انت كل اعتمادك في المدرسه كل اعتمادك في المدرسه على الشاشه، فالشاشه دي تتكتب تمشي تتكتب وتمشي كده عشان نلحق نعمل ايه؟ لو ماشيين مع بولا ماشيين مع الشمس. لكن لو انا في ايديا الفلاني بقى اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ الهدايا وكده واركز في الكمال واصلي وامسك. يمكن دي تعجبني، يمكن الحته دي تعجبني. ايوه صح يا رب، انت كل القوه يا رب. انا بقالي فتره طويله مش مدرك الحته دي، مش منتبه كده ان انا واقف قدامك، يعني انا عايز اتكلم معاك. وتبتدي بقى تسرحي او تسرح في القداس وانت ماسك الخلاجي في الليل، وهم سبقوك بقى وعدوا، يمكن وصلوا بعد كده ايه للتقديس ولا حاجه، وانت لسه في صلاه الصبح فرحان بالصلاه اللي قدامك وربنا عمال يتكلم معاك. لو انت محتاج حاجه احلى من كده يعني، لو حصل وانت بتصلي او انت بتصلي ولقيت ربنا مفرحك وعمال تتكلم معاك، محتاج يعني تيجي وراهم وهم بيصلوا. لا سيبوني بقى، سيبوني، محدش يعمل ايه؟ محدش يشغلني، انا كفايه ان انا واقف قدام المسيح وبتكلم معاه. طيب يبقى قلنا القداس المسيحي بيتكلم مع مين؟ القداس المسيحي بيتكلم مع مين؟ مع ابويا السماء، مع الله الاب. القداس الغوري بيتكلم مع مين؟ يلا بقى من غير فقاقه بقى، من غير فقاقه. يبقى القداس الكرولوس بيتكلم مع مين؟ يلا هاتوا الجملة، أول جملة في صلاة الصبح، أول جملة الثلث الأخير ولا الحياة الميتة؟ يا رئيس الحياة وملك الدنيا. يا رئيس الحياة وملك الدنيا، بتتكلم مين؟ ها؟ متأكدة؟ الآب؟ أنتوا قلتوا الروح القدس. لا أنتوا قلتوا الروح القدس؟ مش أنا اللي قلت، مش أنتوا قلتوا الروح القدس. طب ليه بتقولي الآب؟ لأن إحنا لما قرينا كل لقينا إن هو برضه بيتكلم إن هو ملك الدنيا، هو ملك الدور تنفع على الروح القدس. لا بس بقى كملي وقولي لي الجمله اللي انت ايه وصلت فيها. ايه الرساله لو سمحتوا بالراحه؟ ايه الرساله اللي سمحتوا بالراحه؟ خدوا وقت، خدوا ايه؟ خدوا دقيقه كده بس. لانه تكسو كل ربع يعني ترجع قدامه كل ربع، ينفع الذهاب وينفع الاياب وينفع الروح القدس. ما في السماوات يا سلام. هم ربنا في السماوات. ناطق بلاهوتية. ناطق بلاهوت. ايه يا صلاة الله؟ يا رئيس الحياة ينفع الكل. اتفضل. الذي تمجده العساكر الملكية، ربنا بيمجده العساكر الآيات وبيجي الروح القدس بيمجده العساكر. ماليش دعوه مكتوب ايه، انا عايزك تشغل الفهامه دي وتطلع لي جمله. اتفضلي. نعم. الناطق ايه؟ ناطق ايه بالفعل؟ طب كملي بس كملي الكلام معاك. إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك. بص بص كده بص كده. احنا بنيجي نقول له ايه؟ علمنا نصالح اخواتنا، ونحب اخواتنا، وندخل على القداس ده من غير ضغينه، من غير كراهيه، من غير خصام، من غير حسد في قلبنا، لان احنا شفنا محبه ابنك لينا، فبعد ما شفنا المحبه دي مش ممكن نخاصم بعض. تاني؟ هاتي الصلاه دي نمشي فيها قدام شويه. وانت بتتكلمي. بتتكلمي ابونا السماوي. الاب ابويا السماوي. في النص كده في نص الصلاه بتقول له ايه؟ احنا لازم نقف قدامك مراجعين نفسنا كويس، ما عندناش خصام مع حد، ما ينفعش نخصم مسؤوليات. خصوصا لو بتصلي مع حد في نفس البيت، يعني واحد صاحبتك مثلا، واحد صاحبك، او واحد شماس معاك مثلا، او واحد خادم، او واحد كده، وبعدين ايه؟ واقف جنبك، ده تصلي الصبح. مقبض ولا ما مقبضش؟ ما ينفعش. ومثلا ممكن يجي واحد يعمل ايه؟ طب انا عشان ما مقبضش وابقى كذبت، انا هروح اقف صف تاني. لا طبعا. ربنا فحص القلوب والكلى، فحص كل حاجه جوايا. فبنقول له يا رب اذ لنا نحن شفنا بابنك العلامه العظيمه الكامله التي محبه ابنك الوحيد، من كتر حبه لينا جو الجسد ما ينفعش بقى احنا داخلين على القداس نعمل ايه؟ نبقى بنكره بعض ولا مخاصمين بعض ولا بتاع. ده انت عشان خاطرك انا هعمل ايه؟ هصالح فلان واعصي على نفسي ده. هصالح فلان ومش هعصي على نفسي ده، واعلم قلبي انه يغفر زي ما انت غفرت. واغفر لنا ذنوبنا زي ما احنا كمان ايه؟ ربنا زي ما احنا كمان ماشي؟ يبقى صلاة القداس الكيرولوسي موجهة لمين؟ يعني خلاص طمنتوا؟ متأكدين؟ تبصموا؟ لا في لي أول كلمة في صلاة الصبح الثانية في القداس الكيرولوسي.
إله ما أعرفش من الدبت الأخير ولا من حد تاني منه. يا إله المحبة، يا إله المحبة دي بيتكلم مين؟ الآب. الآب برضه اسمه تيه ليه؟ الناس أنا مع النبي الرسول. نعم. بذلت ابنك الحبيب عن حياتنا وخلص. بذلت ابنك الحبيب. ما انا بكلم مين؟ ورقه حبيبي ورقه 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 بس ورقه 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 بارك الله الابتين بارك الابن الرحيم بارك الروح القدس. ما بيقولش حاجه الابن، ما بيقولش واحده بس الابن الرحيم. هو بيبارك الحاجه ازاي؟ باسم الاب والابن والروح. بارك الله الاب وبارك الابن الرحيم وبارك الروح القدس المعزز. يبقى قال كم بركه كده؟ كم بركه دي؟ باسم الاب والابن والروح. تكرر كم مره بقى؟ الحته دي كده الحته دي. بارك الله الاب وبارك الابن الوحيد وبارك الروح القدس. بعدين ايه؟ يقول ايه؟ لقيتها ايه؟ مجدا واكراما لمين؟ للاب والابن والروح القدس. اثنين اهو. الان بعدين المرد الشعب مش هيقول حاجه غير انه يبارك برضه. فيا جميع امم ايه؟ باركوا الرب ولتباركه كما تشكرون لان رحمه الله تعالى. بعدين يرد الشعب يقول ايه؟ المجد للاب والابن والروح. يعني عارفه لما واحد يقول لك بقى انت ايه؟ تقولي ثلاثه تعملي ايه؟ تخرمي يعني كده؟ يقول لك انت فاكر يعني ما بتفهمش مثلا؟ ما بتفهمش؟ مكتوب اهو. الاب والابن والروح القدس ايه؟ الله الواحد ايه؟ ثلاث مرات ورا بعض. ثلاث مرات. واضحة جدا جدا. الثالوث واضح جدا 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 جدا. فهمتوا؟ يبقى لما ابتدي بقى امسك الكولاجي ابتدي بقى ابص ابتدي بقى حاجات تنور ربنا يديني. فانا ببقى جاي يعني عايز ابدا بالقداس، عايز استمتع بالقداس. استمتع جدا مش استمتع بس. مرة رحنا لخدام لقاء قلنا له كده احنا عايزين نستمتع بالقداس. عايزين كلام. لا 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 ادونا قاعدة خدونا من عندنا كده خلونا المكتب اشتروا الفريق زي بتاع المايك عشان ما تزعلوش زي الفريق المكتب اشتروا الفريق ده. طبعا ده حجم كبير فتيجي بيه كل مرة. تحطه في جيبك وتيجي بيه كل مرة. تيجي في شنطتك في جيبك زي ما انت عايز. بس يعني ده كانت مستوى ومرحلة حلوة جدا. حفظنا القداس وعرفنا أسماء وعرفنا تقسيمات وعرفنا مش عارف إيه من غير صعوبة يعني من غير ما تقعد تسمع المحاضرة ومذاكرة وكده كل يوم. قرار كده كل يوم. اللي عايز يستمتع أكتر بقى يجيب الفلاجي ده. الفلاجي الكبير ده شوية. حتى ممكن يجيبه ونخفض له سعره شوية. الفلاجي الكبير ده بيديكي بقى أكتر بيديكي البدائل بيديكي البدائل تعرف تبص تعرف تشوف كمان إيه اللي مكتوب تحت؟ إيه اللي مكتوب فوق؟ ساعات كده الفلاجي يبقى في حته كده فيها شطاره كده يقول لك الجمله دي احنا بنقولها كتير بس على فكره موجود المعنى ده فين؟ في الانجيل كده. موجود المعنى ده فين؟ في الانجيل. يعني الجمله دي احنا بنصليها في القداس وموجوده في الانجيل في المكان الفلاني. السؤال المهم بقى عليه 10 جنيه. مين جاء قبل التاني؟ مين اللي جاء قبل التاني؟ ايه الانجيل؟ لو ركز دلوقتي كل جمله في القداس بتلاقوا كده شاهد وايه. مين اللي جاب الفين؟ القداس ولا الانجيل؟ اللي هيقول واخدنا من الايه طولنا القداس. كم واحد بيقول الانجيل جه الاول؟ ماشي عدد مناسب حلو. كم واحد بيقول القداس جه الاول؟ بس يعني رفع ايدك زي ايه؟ ماشي بص المسيح عمل القداس اول مره سنه 5 جت في نفس العهد. ده كان قبل الانجيل.
قبل الانجيل ما يتكلم قبل ما معانا حاجه مبسوطه اسمها الانجيل يعني. انا بنقرا من طب احنا ممكن نعتبر دي كانت حادثه مؤقته كده عملها. لا مش حادثه مؤقته. اي ليه بقى؟ ليه مش حادثه مؤقته؟ ربنا يسوع عسكري. لا ما وقفتش. احنا عندنا اثبات تاريخي، عندنا اثبات تاريخي. ده الراجل بس جاب لي ايه؟ طيب ايه بقى؟ ايوه القداس كان بيتعمل في الخمسين يعني مثلا ربنا والتلاميذ جم مصر هنا في بئر المحرة عملوا قداس ودشنوا مصر. ماشي بس ده بره الانجيل مش مكتوب. معلش وصيه فقط اقدر اتكلم فيها مع حد او اشرحها. عايز وصيه فقط من اللي ما حدش يعرفها. تاني سؤال تاني، مين اللي جاء يعني؟ الانجيل كتب بعد ما خدنا من الايات وعملنا القداس؟ وعملنا القداس جه قبل ما الانجيل يتكتب. وليه؟ فين؟ اثبتوا لي. اثبتوا لي. حد عنده كلمه؟ حد عنده اجابه؟ اتفضل. فاني مرقس عندك دوكيمنت كده؟ عندك دوكيمنت بس كده. احنا بنقول قداس باسيلي وجريجوري كرولوس. فين ماري مورس؟ فين ماري مورس؟ هو للعلم يعني ماري مورس هو اللي كتب قداس كرولوس. بابا كرولوس يعني اضاف له شويه. فالقداس بتاع بابا كرولوس بساعات بيتسمى القداس المرقسي. ماشي برضه ارجع تاني، مين اللي كتب قبل التاني؟ القداس ولا الانجيل؟ واللي هيقول يقول ايه؟ بس تاني مش عارف بس تاني عليكم حاجات يا مسيحيين غريبه برضه في الكتب بتاعت المسيحيين. عارف الخلاجي في دينا بيجي اجزاء من القداس يروح كاتب كده ايه؟ انظر شاهد كذا، انظر شاهد كذا، مثلا الجزء بتاع التاريخ، انظر في تجديد المصطلح الوزيع، انظر مش عارف ايه. دي معناها ان القداس اتاخد من الانجيل اساسه اتاخد من الانجيل ولا القداس كان موجود الاول؟ وازاي؟ ايوه انت لابس احمر ورق شكلك بتاع ايوه ناقش ايوه ليه؟ طيب سؤال، الانجيل كتب امتى؟ اول حته في الانجيل كتب امتى؟ سنه كام؟ ليه عارف يعني ايه بدايات الانجيل ابتدى يتكتب؟ نعم 60؟ لا قبل كده. قبل كده. ايه اجزاء كتب 48 48 ماشي؟ 48 50 طيب المسيح صعد للسماء امتى؟ 30 نعم؟ نفترض 33 ماشي 33 وبعدين اول حته في القداس اتكتب سنه 48 50 في النص فضل ما بين الاثنين دول عندنا حاجه تاريخيه مكتوبه تقول لنا كان بيعمل ايه في الحته دي؟ دور يا ابني عشان تاخد 10 جنيه. لا مش هتعرف خلاص. انا ما خدتش حاجة. ما خدتيش؟ ويدور. لان كانوا بيواظبوا على بس كانوا يواظبون يا سلام. كانوا يواظبون على كسر الخبز. دورتي عقلنا. معاكي 10 جنيه. اديني 10 جنيه ما تقلقش. انا ال 20 بتاع الجنيه. نعم. انا هحسبهم.
كلنا فاكرين صح؟ تاني اعمال الرسل بيقول ان من ساعه لما المسيح صعد السماء، من ساعه اول لما المسيح صعد السماء كانوا بيجتمعوا مع بعض بنفس الوقت ماشي ها، بس كان في اتقال اليوم ها بيجتمعوا مع بعض ايوه ما كانوا اجتمعوا مع بعض في الشركه وكسر الخبز، لكن هو قال في الكتاب المقدس انه كانوا بيتجمعوا في يوم معين ها في حد ان شاء الله كان قايل بيقول حد ان شاء الله يا ابويا ده مش الآية اللي بتوضح اليوم اللي كانوا بيتجمعوا فيه صح؟ شفت القطة عملت مش عارفين القطة؟ أنت تقدر تفهمها؟ طبعا سهلها لك، كان بولس قاعد مع حبة حلوين من الناس وطول زي ما أنا طولت معاكم كده، والواحد قاعد على الشباك ونط من الشباك مات. كانوا كل يوم بيوظفوه في الليل. لكن في مرة وضح لنا هما كانوا بيجمعوا صلوا باسم كان بولس قاعد بيتكلم مع الناس وطول في العظة، لو واحد كان قاعد بيسمع زي ما انا عملت فيكم كده كان قاعد على الشباك في الدور الثالث والرابع، فلو نط وقع زحلق من الشباك فمات في اول الاسبوع تمام. فبولس نزل وطول ورجع يطول تاني في الكتاب لحد الفجر، رجع يدور تاني ما بطلش، قال دور تاني في كلام الفجر وعمل قداس وناولهم وخف قوي من الشاب اللي ما ماتش. قال بقى في البتاعه دي ده كان ايه؟ اول الاسبوع ده اللي هو ايه؟ الحد اسمه الاحد، واحد اثنين ثلاثه اربعه والحد اللي هو ايه؟ فجر اول الاسبوع، عشان ما لا ايام كده في اول فجر اول الاسبوع يبقى كان المزبور على الكتاب. بص بدات ابنك فهمت؟ طب يلا سؤال كده ب 10 جنيه، مين هيجيب لي؟ احنا بنتكلم مين لما بنقول ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت؟ يلا بصوا اول واحد يلا ثم ارحمنا الصلاه بالاكديه ما اعرفش ادي فرصه معاك يلا ايه هذا اللي قول اخضر المسيح لهنا الصالح. يبقى انا بتكلم مع مين؟ مع مين؟ مع المسيح. ماشي شغاله حلوه. طب سؤال تاني ب 10 جنيه، لما بنقول ابانا الذي في السماوات اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا ماشيين في الفلاني اكتشفنا ان صلاة الصبح عندنا كم واحدة؟ بتاع ستة صلاة. يبقى انا ممكن اجي في اي وقت ابونا بيصلي قداس يديني في اي واحدة من الستة دول. فساعات الواحد بيبقى ايه حافظ. خليني اقول لكم حاجة حلوة، في حاجة ما بنعملهاش اليومين دول بس هي خطيرة ومهمة. عمركم سمعتوا القداس؟ سمعت يعني سمعت باستمتاع، يعني قصدي وانت مثلا رايحه الكليه وانت رايح الشغل او انت رايح الكليه وشغال شغلت القداس وقعدت تسمع الجيل ده ما بيعملش كده. انا عايز اقول لكم بقى دي اكبر غلط، اكبر غلط دي مش اكبر غلط اكبر خساره. ليه بقى؟ لان انا عارف افهم ان انا بتكلم مع الاب او بتكلم مع المسيح نفسه في الجيل ده، ببقى عايز انا اتكلم معاه بكده. يعني مثلا في بعض الناس تتضايق منهم يكون واقف وعامل له نفس الكلام اللي بيقوله ابوه، انت واقفه صح جنبك واحده عامله له نفس الكلام اللي بيقوله ابوه بس عايز تقول صوته ساعات بيبقى صوتها عالي للاسف ممكن يعني يقول لها بليز يعني اهدى كده، بس الدندنه دي او الدندنه الداخليه او ان انا فاهمه الكلام فعارف اقوله عارف اتابعه عارف اكمله عارف اقوله اتكلم مع الاب. يعني في فرق بين واحد عارف الكلام فبيقوله بيصلي وفي واحد يا دوب بيلحق بيقول ايه الحقوني كده الحقهم انت بتجري ليه يا ابونا بالراحه. فرق كبير جدا بين واحد بيصلي عارف الكلام فبيقوله من القلب، واحد تاني امتى بقى ربي الحته دي عندك؟ امتى القداس ما يبقاش غريب على وداني؟ امتى مثلا اول ما تعدي جنب الكنيسه تبقى عارف على طول الارض اللي بيصلوا كذا دلوقتي؟ امتى؟
انا احضر كتير. طب انا مش عارف احضر كتير، ظروف شغلي، ظروف حياتي، ظروف دراستي، ظروف اعمل ايه؟ اسمع 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 القداس. نشكر ربنا، ربنا سمح كده ان في بعض الكهنه يعني ربنا سمح كده ان اتسجلت لهم قداسات. طبعا دلوقتي اي حد بيتسجل قداس، مش دول، لا سيبك من دول. مثلا في عندك ابونا مثلا اسمه ابونا يوسف اسد. ابونا يوسف اسد سمعت قداس ابونا يوسف اسد؟ اللي ما سمعوش فاتوا نص عمره. اللي عايز يستمتع بالقداس يسمع قداس ابونا يوسف اسد. عندنا هو وكمان هو ايه مثلا؟ مصلي مثلا قداس الغولي والقداس باسيل والقداس كلوس مره في الخمسين مره مش في الخمسين. ده مثلا ايه؟ بتاع ست تسجيلات كده. هاتوهم واسمعوهم. واسمعوهم وبالراحه. ليه؟ بعد شويه هتبتدي تستمتعي وتستمتع بالكلام اللي بتتكلم وبتصلي. يعني انت وانت بتدندن مثلا قداس بتصلي. بعد كده عارفين اللي هيحصل؟ هتبقوا موجودين في شغلكم في الشغل، قاعده بتعملي حاجه على الشغل. انا شغاله تشتغلي تعملي حاجه بايديكي تعملي حاجه على الكمبيوتر. وشغاله قداس قدامي وطيب في السماء. طيب هتسمع الالحان مثلا بتاعت الاسبوع الالحان وانت بتذاكر وانا بذاكر او انا في شغلي او انا مش عارف ايه او انا في مكان انا عامل سكت بعمل رسمه طويله عريضه بعمل مش عارف ايه وانا سرحانه مع ربنا اصلا. فهمتوا بقى الحته اللي احنا خسرانينها دي؟ فاسمعوا القداس. عندكم مواصلات ما شاء الله يعني دلوقتي المواصلات بقت اقل مواصله نص ساعه ساعه الا ربع. اسمعوا القداس. يعني خلي اتجاه من اتجاهات المواصلات اسمعوا القداس. طب ده سيبك من روسيا ده بيقول استمتعي ودوق الكلام. لما بنيجي بعد كده ندور على حد مثلا يترسم ابونا ولا حاجه، طبعا اللي كان بيسمع قداس يبقى موجود ايه؟ الراجل يعني هو القداس ده حياته مثلا. اخدين بالكم؟ طب والامهات؟ مش انت بتبقى امهات؟ مش هتربوا ولادكم على كده؟ مش فاكر يجي مثلا يجي يسالوكوا سؤال عايز تجاوبني. لا انا ما بقراش، ما بقراش في كتب المكركعه بتاعتكم دي، ما بقراش في كتب بتاعت العقيده وبتاع، لا ده انت في القداس تردي كده في منت في منت ترد يعني. يجي واحد يقول لك ايه؟ انت عندك بتعبدي ثلاثه. بدي على كده ان القداس البسيطي كذا والقداس الغروري كذا، انت بتعبدي ثلاثه، ترد عليك ازاي؟ من القداس؟ حد يرد الله يهانا. ده بتاعت من القداس. اللي بيقول ايه؟ بتاع المسيحيين ده؟ بالحقيقه تروح لله واحد. شفت ايدي؟ شفت الاجابه بسيطه ازاي؟ القداس قانون الايمان اللي هو انا بقول انا بؤمن بايه؟ بيقول بالحقيقه اؤمن ايه؟ كده رد تاني. رد تاني. ثانيه. فهمتوا؟ طب هسألكوا سؤال. القداس لما يبتدي احنا قلنا ايه؟ يبتدي القداس. طبعا عشان ابتدي القداس في كذا مرحله ممكن ناخدهم مره جايه. فاولها خالص بيبقى فيه بيجي له الحمل ده الاخوان وابونا بيختار. ماشي؟ بيختار وهو طبعا انا قدامي خبز عادي خالص. والمفروض المسيح لما جه المسيح لما جاي من 5 ساعات بيقول لك اخذ خبزا وايه؟ وباركه وعمل ايه؟ وشكر وايه؟ وقدس. باركه بايه بقى؟ كيف باركه؟ بالظبط بكلمه مية هو قالها باسم مين بقى؟ فعايزكم تطلعوا لي من القداس دلوقتي الجزء بتاع زيارة الحمل احنا بنبارك للخبز ده باسم مين؟ يلا دور. اختيار الحمل هيجي فين؟ في اول قداس خالص قبل الصبح. قبل الصبح عشان برضه ايه ما يعرفش. قبل الصبح خالص. قبل الصبح. تاني. لما يبتدي ابونا يختار الحمل. ماشي؟ بيقول حاجة. لما بيبتدي ابونا يختار الحمل بيقول حاجة، بيقول ساعات في المايك كده بصوت عالي بعد كده الشمس ابتدوا حاجة. الله يختار لنا. ايوه انا سالك الحمل الله وبعدين الله يختار حمل
ماشي، ربنا اختار حمل بالعيب عن حياة العالم كله. قبلها بقى، قبلها بيرشم، بيرشم ايه؟ بالصليب. لا يا راجل، بالخمر. بيرشم ايه؟ ايه اللي بيقدس الصلاة؟ الخشبة دي؟ ايوه، بالاسم ايه؟ يا حمل الله يا رب حضرتك العالم، ماشي؟ بعدين أول حاجة بعد يا حمل الله، أيوه بيقول إيه؟ اسمع يا راجل، اسمعنا وارحمنا، ماشي. أيوه المسيح حمل الله رب حضرتك، أيوه يا صلاة الله يا رب يا يسوع. أبونا بقى بيقول إيه؟ رشومات الحمل، رشومات باسم ايه؟ اولا في صليب باسم الاب والابن والروح، كان الحوار اسم يوضع في مبارك الله الاب، مبارك الابن الوحيد، مبارك يعني انت يا رب اسمك وبارك اي حاجه، ماشي؟ مبارك اسم الاب واسم الروح القدس. الاله، يا سلام، الاله الواحد امين، اشكرك. ده هو بيختار الحمل، بعدين يلف لفه كده، بعدين ابونا يبتدي يقول تاني، يقول تاني ايه بقى؟ يلا بقى انا شوفوا فرقه ليا بعدها، بعد ما لف اللفه ورجع قاعد قدام الأزهر، يعمل إيه؟ قبل صلاة الشكر. لأن الجيب بيقول إنه أخذ خبزاً وبارك، وبعدين شكر. فصلاة الشكر يبقى شكر. صلاة الشكر يبقى شكر. واحد لا وارث. واحد هو اللي قبلها. مبدأ وإكراماً. بين بقى مبدأ وإكراماً؟ وبين صلاة الشكر. واحد هو الأب القدوس. قبلها، قبل واحد هو الأب القدوس. ده الشماس بيرد عليه. هللويا. لا سلام لكم. هللويا. بين مجدا وإكراما. يا جميع الأمور هو بيختار من السبت، بيقول كده يمسك الكوبون، وبعدين بعد ما خلص بيحكم. اشكر يا رب، تبيحة بركة، اشكر يا رب على الزمن. لكن لا، بعد ما خلصنا دي وخلصنا اللفة، هو واقف أبونا على المذبح، هو واقف أبونا على المذبح، هيعمل الحاجتين اللي عملهم المسيح، هيبارك وهيشكر. بارك وهيشكر، بركة وشكر. بركة الأولانية يقول فيها إيه؟ يا جميع الأمم باركوا الرب. قبلها بقى انت كلمة بركة بقولت بركة الرب، صح مبارك الروح القدس المعزي المعزي. لا بركة الروح،